السلام عليكم. الرئيس الشيشاني يدين مقتل معلم في فرنسا ويحذر من استفزاز المسلمين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم السبت عن استنكاره لواقعة مقتل معلم في فرنسا، لكنه دعا الفرنسيين إلى عدم استفزاز المسلمين. وفي رسالة نشرها عبر قناته في التليجرام، أشار قديروف إلى أن وسائل الإعلام ركزت على قومية مرتكب الجريمة وهو عبد الله أنزروف، الشاب من الأصل الشيشاني الذي قتل في باريس معلما مدرسا بقطع رأسه. ولفت قديروف إلى أن عبد الله الذي صنفته السلطات الفرنسية جريمته بأنها عمل إرهابي والذي لم يعرف سابقا بأي آراء راديكالية، قتل المدرس بعد أن أظهر هذا الأخير للطلاب في الصف رسومات مسيئة للنبي محمد. وبحسب قديروف فإن هذه المأساة تبعث على التفكير في أن المجتمع الفرنسي الذي يتحدث في الديمقراطية كثيرا ما يخلط بينها وبين التساهل وإظهار التعامل غير المقبول مع القيم الإسلامية. لا يمكن وصف هذه الخطوة إلا بمسمى الاستفزاز. واستذكر رئيس الشيشان موجة الغضب التي أثارتها في أوساط المسلمين عبر العالم نشر رسومات مسيئة للنبي محمد في الصحيفة شارلي إبدو الفرنسية، ما تسبب بوقوع اعتداءات على هيئة تحرير هذه الصحيفة وسقوط ضحايا عديدة. وأشار قديروف إلى أن الشعب الشيشاني لا علاقة له بما حدث، مشددا على أن عبد الله أنزروف عاش في فرنسا طوال حياته تقريبا ولم يزور جمهورية الشيشان إلا مرتين وهو في الثانية من عمره. وختم الرئيس الشيشاني قائلا: نحن ندين هذا العمل الإرهابي ونعزي ذوي القتيل، وأنا إذا أندد بالإرهاب بكل أنواعه نندد كذلك قطعيا، أدعو إلى عدم استفزاز المؤمنين وعدم المساس بمشاريعهم الدينية. عندما تقوم في فرنسا مؤسسة حكومية معنية بصون العلاقة بين القوميات والأديان، حينها سيكون في هذا البلد مجتمع سليم. أما الآن فعليكم أن تسلموا في أنفسكم الشجاعة الكافية للاعتراف بأن لدى المسلمين حق في دينهم ولن ينزعه منهم أحد. في الأخير إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتوصل بالجديد، وشكرا.